ثواني انا ده والله معلومه جديده. السنة ده كان مقر الحزب الوطني وكان جنبه المجلس القومي للمراه بالزبط. كان في المنطقه كل دي كل حاجه زي ما هي بقى. هو الفندق ده هو الفندق ده اللي هو الزاريد زمايل ريد كارت كارلتون. هو فندق مجموعه فنادق عالميه بس موقع رائع. أيوة. موقع النيل مباشره بالظبط. هو عشان كان مقر الحزب الوطني القديم الدوله اهلمته وعملته الحمد لله. يبقى باي باي الحزب الوطني. باي باي الحزب الوطني بعد حل الحزب الوطني تم عمل بعد ثورتي 25-30 بالظبط. كما تقول ديباجت الدستور ثورتي 25-30 الدستور المصري. بس جميل ان انت احنا قلنا هذا ماسبيرو المهندس الفرنسي ماسبيرو هو الذي اسس هذا المبنى واسس المتحف المصري. المهندس الفرنسي ماسبيرو ودي وزاره مبنى وزاره الخارجيه. ونهر النيل قلنا هو كل وجعلنا من الماء كل شيء حي النقل الناري الثروه السمكيه الصناعه الزراعه كل حاجه جميله. كوبري قصر النيل متنفس لاهل القاهره كما نشاهد. ايوه يا فندم كوبري تاريخي طبعا. حاجه من الكباري اللي اتعملت في القاهره الكبرى بشكل عام والقاهره بشكل خاص. ايوه. وده عمله واسسه والي مصر عباس حلمي وهو اللي حط عليه اللي هو. لا بس انت رائع يعني. هو الخديوي عباس حلمي هو اللي اسس كوبري قصر النيل بوضعه الحالي ولا حصل له توسعات؟ حصل توسعات وتحديثات طبعا. بالشكل لكن الخديوي عباس هو اللي عمله عشان يسهل حركه النقل بين الضفه الضفتين الجزيره. ربنا يحفظك ربنا يحفظك ويحفظ مصر يا رب. لا بس هو متنفس جميل لاهل القاهره. لا لا بقول لك انا كل ما اجي القاهره لازم اقف على النيل كده الحته دي بالذات. ايوه. لا بس انا الجديد عندي ان انت قلت لي الفندق ويتبع مجموعه الفنادق عالميه لان انا رحت كان المجلس القومي للمراه ودخلت هذا المكان وكان مقر للحزب الوطني والمجلس ومجلس قومي للمراه ومجلس الاعلى للصحافه كان الثلاث حاجات دي في المكان ده. لكن يبقى فندق عالمي ويبقى دخل ده المكان مهجور وما ان بعد الثوره كان مهجور والله كويس. اي عمران في البلد الواحد بيسعد به. كان دي تعرضت لحادث اللي هي المطعم العائم ده. اتحرق. وما زي كده كده كان هيجروها يعني. ايوه ايوه. لا اله الا الله. في الميه وتتحرق؟ هي مطروحه من فوق مش من تحت. لا اله الا الله. ما هو سيادتك لو هو عامل عوامل امان واطفاء وعامل خزانات ميه مش انا بقول لك في ناس عايشه بطريقه عشوائيه. دي لو كان دواء في المية لو عنده مضختين ثلاثة كان خلص. ما انا بقول لك لو عنده مضختين ثلاثة المطعم العائم ده ما كانش خسر الملايين دي كلها. طب ايه رأيك بقى انه يقال ان نهر النيل من انهار الجنة والماء المتساقط منه من انهار الجنة. مبنى وزارة الخارجية مبنى اذاعة التلفزيون ماسبيرو والجميل واللي انا باكده اللي هو مبنى الفندق الكبير ده اللي كان مقر المجلس الاعلى للصحافه المجلس القومي للمراه الحزب الوطني.